بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم هذا آية في الجمال. وحديثنا معكم اليوم عن سورة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وهي آية في الجمال. هذه السورة هي سورة الفاتحة، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، وفي صحيح مسلم وغيرهما من كتب السنة المشرفة، تدل على عظم فضل هذه السورة الكريمة. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى وهو في المسجد: لأعلمنك أعظم سورة أنزلت في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أو القرآن العظيم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فورد هذا في حديثين، في حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، ورد أيضا في حديث أبي بن كعب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي بن كعب، أو وكذلك لأبي سعيد. ثم هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أو أن ينصرف من المسجد، فقال له أبو سعيد: لقد قلت لي يا رسول الله أنك ستعلمني أعظم سورة أنزلت. فقال: بما تقرأ؟ قال: بفاتحة الكتاب، قرأها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال: هي أعظم سورة أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السورة أعظم سورة أنزلت في القرآن، وسنبين ذلك، وسنبين لماذا أن هذه السورة الكريمة هي أعظم سورة. هي فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية والواقية والكافية والرقية، وهي سورة الحمد، وهي تغني وتكفي عما سواها ولا يغني ما سواها عنها. فكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة غير تمام. كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث لأحد أصحابه وجلسائه، فقال له: يا أبا هريرة، إني أكون خلف الإمام، فماذا أصنع؟ أنا أكون خلف الإمام والإمام يقرأ، فماذا أصنع؟ قال له: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويها عن رب العزة جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فسورة الفاتحة رب العزة جل وعلا سماها بالصلاة، قسمت الصلاة، فكأنها هي الصلاة. أهم ركن في الصلاة سورة الفاتحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ناقصة غير تمام. فهي الركن الأعظم في الصلاة لأنها تشغل ركن القيام وهي أهم ما فيه، ولا يغني ما سواها عنها، فلا يصح ولا يصلح أن تقرأ غيرها من القرآن وهي معك، فلا بد أن تقرأ سورة الفاتحة، ولو لم تحفظ غيرها فاكتفيت بها فصلاتك صحيحة. أما إذا لم تقرأ الفاتحة وأنت باستطاعتك أن تقرأها فلا تصح الصلاة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة غير تمام. ورب العزة جل وعلا سماها بالصلاة، سمى الفاتحة بالصلاة، ويقول قسمت الصلاة أي قسمت القراءة والفاتحة والكلام فيها بيني وبين عبد نصفين، فهي خطاب بينك وبين الله عز وجل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، تخيل أنك تكلم ربك وأنك تخاطبه وهو يرد عليك ويجيبك، أنت تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله أثنى علي عبدي، فالحمد لله ثناء على الله عز وجل. تقول الرحمن الرحيم فيقول الله، تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، تقول مالك يوم الدين هذا تمجيد لله يقول الله عز وجل مجدني عبدي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين أي أعاهدك أن أعبدك وحدك وألا أستعين بأحد سواك، فيقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي يعني عهد بيني وبينه أن يعبدني وأن أعينه. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا سؤال ودعاء تطلب من الله عز وجل، أعظم نعمة وأعظم وأهم طلب تطلبه هو طلب الهداية، والهداية تكون عامة للدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم الطريق المستقيم الموصل لكل خير، الموصل إليك يا رب العالمين كما تحب وترضى، فيستجيب الله تعالى لك ويقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أجبته إلى ما سأل. تخيل أنك تسأل الله عز وجل الهداية، تطلب منه الهداية في كل يوم وليلة 17 مرة. أي كريم تطلب منه حاجة 17 مرة ولا يجيبك لا يكون كريما، فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى ملك الملوك الذي يفرح ويستجيب لدعاء عبده ويفرح بسؤال عبده. هذا بعض ما ورد في فضل الفاتحة، ومما ورد في فضلها كذلك ما يبين أنها رقية، رقية. فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح البخاري، خرجوا في غزوة أو سرية في سفرة سافروها، ثم مروا على حي من أحياء العرب، وقد أصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جوع وشدة وحاجة، فنزلوا على هذا الحي وطلبوا منهم، سألوهم أن يضيفوهم فأبوا، فأظهر الله تعالى كرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لدغ أمير الحي جاءت عقرب فلدغته في رجله، فسعوا له بكل شيء ينفعه فلم يستطيعوا أن ينفعه بشيء، ولم يستطيعوا أن يدفعوا عنه ما أصابه. قالوا نذهب إلى هذا الحي من العرب لعلنا نجد شيئا عندهم، فذهبوا إليهم وسألوهم إن أميرنا سليم، العرب تقول سليم يعني لديغ يعني تفاؤلا بالسلامة، ويقصدون أنه لديغ، إن أميرنا سليم أي لديغ، فهل فيكم من راق؟ فقال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرقي ولكنكم أبيتم أن تضيفون، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، لن آتي معكم ولن أرقي
سيدكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فتعجب راوي الحديث اللي هو أبو سعيد الخدري من ذلك، يقول قام رجل فينا ما كنا نأبنه برقية، ما كنا نعرفه برقية، ما نعرف أنه راقي ولا يرقي، قال أنا أستطيع أن أرقيه ولكن أنتم أبيتم أن تضيفونا فلن أرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم مكافأة إن هم رقوا هذا الرجل فشفاه الله عز وجل. فذهب هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخرها، وتفل على ساق هذا الرجل على رجله. فما أن قرأ الفاتحة وأتمها حتى قام هذا الرجل كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط وفك عقاله ورباطه وقام نشيطا ما به من قلبة ليس به شيء. فأعطوهم ما جعلوا لهم، فجاء الصحابة وقالوا والله ما نأخذ منه شيئا ولا نقترب منه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له القصة، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وضحك من هذه البركة، وقال لهذا الصحابي الجليل وما يدريك أو وما كان يدريك أنها رقية، من الذي علمك وفهمك وألهمك أن هذه الفاتحة رقية وشفاء، وما كان يدريك أنها رقية. فوقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا واضربوا لي سهما، اقسموا هذه الغنائم فهي حلال لكم واضربوا لي سهما. وفي رواية قال لهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، يعني في الرقية ونحوها، كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا بعض ما ورد في فضل هذه السورة العظيمة، ونحتاج إلى لقاءات أخرى نبين فيها جمال هذه السورة وبلاغة هذه السورة وبعض ما ورد فيها أو بعض ما يفتح الله تعالى به علينا فيها من الأسرار. نسأل الله عز وجل أن يجعلها فاتحة خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه مولى ذلك وهو على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.